السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي، هنستكمل مع بعض حل أسئلة الطلاب في مادة البيوماث. طبعا كنا خلصنا في الجزء الأول أو في أول فيديو موجود في نفس القائمة، قائمة التشغيل. أول فيديو بيتكلم على أو حلينا فيه الأسئلة اللي بعتوها من موديل 1 وموديل 2، بالإضافة إلى بعض الأسئلة اللي أنا أضفتها علشان ننوع بعض الأفكار. طبعا بفكر إن إحنا في عندنا فيديوز كاملة، ريفيجن على شابتر 1 كاملة، ريفيجن على في الألجبرا، وريفيجن على الكالكولس كاملة، تتضمن أسئلة كتير من كتاب الوزارة ومن المعاصر ومن منصة نجوى ومن حصص مصر ومن كتب تانية كتير. كان فيها أفكار جميلة جدا. الأسئلة اللي بنحلها في الفيديوز بتاعتنا حاليا بنفكر نفسنا إن هي دي الأسئلة بتاعت الطلاب اللي بعتوها، بالإضافة إلى بعض الأسئلة اللي أنا ضفتها علشان نبقى بننوع شوية في الأفكار. كان عندنا طبعا بعد ما خلصنا موديل 1 وموديل 2 كان في بعض الشباب بعتوا لي أسئلة إضافية. طبعا بفضل الله كانت كل الأسئلة اللي اتبعتت اتحلت في المودلز اللي هي موديل 1 وموديل 2، ما عدا سؤال من الأسئلة بتاعت مصطفى بيه الحلو. طبعا عقبال ما صحي وبعت الأسئلة بتاعته كان في كويستشن نمبر 30 من موديل 2، طبعا هو سؤال مهم جدا جدا جدا، ويمكن فاتنا ان احنا نحله في الجزء الاول فهنستدرك بيه وبعدين نبدا باسئله موديل 3. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي if n of x is a function limit ال f of n of x minus 8 over x minus 2 when x approaches to equal 7 عايز limit ال 2x power 2 minus n of x over x minus 2. طبعا الكلام ده ممكن يتحل بكذا طريقه، وبالاخص ان احنا بنحل سؤال في ام سي كيو يعني ما فيش ستيبس، كان ممكن نحل باختصار جدا لكن انا هحله بالستيبس بتاعته كامله علشان احنا مش متوقعين الامتحان شكله ايه، ممكن يجي لي سؤال زي ده كده as say question. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه انا هاخد اللي هو السايد اللي هو عايزه اللي هو ليميت، ادي ليميت والاكس ابروتش تو 2، واروح حاطط فراكشن جميل كده واروح قايل له انا عندي هنا 2x باور 2 minus n of x وادي x minus 2 كده، انا كتبت اللي هو طلب. هزود من عندي من جيب الشخص كده، هروح حاطط مره plus 8 ومره minus 8، ادي minus 8 وادي plus 8. طب ليه؟ انا بحاول اوصل للفورم اللي هو مديني الفاليو بتاعتها. طبعا انا كده ما غيرتش حاجه لان نيجاتيف 8 plus 8 بزيرو، يعني كاني عملت plus 0 مفيش مشكله خالص. كده هبدأ أخد السؤال بتاعي زي ما هو، ولكن هجزأه لجزئين x approach to 2 وأخد fraction وأدي limit when x approach to 2 وأخد fraction. طبعا الجزئين المفروض إن إحنا الطبيعي بنحط بينهم plus، ولكن دلوقتي نشوف في حاجة هتتغير. طيب يا شباب الفراكشن الأول في عندي في إيه؟ هاخد اللي هو الجزء الأولاني اللي هو 2x power 2 minus أو سوري minus 8 over x minus 2، والجزء الثاني ده هاخد في الباقي. أنا دلوقتي خدت 2x power 2 مع negative 8، فضل عندي negative n of x plus 8 over x minus 2، طبعا نفس الدينومينيتور للاثنين. ناخد الجزء الأول كده ونشوف هنعمل عليه إيه. أنا عندي هنا نقدر ناخد common factor 2، يبقى أدي limit وأدي x approach to 2 وادي 2، وهنا نفتح brackets وادي x power 2 minus 4 over x minus 2، والبلس دي سيبها لي سنه، مش في هنا نيجاتيف ما تاخد نيجاتيف بره كومن فاكتور فهتبقى نيجاتيف ليميت when x approach to 2، ودي بقت بوزيتيف يبقى بقت n of x، ودي بقت نيجاتيف عشان اخدت نيجاتيف كومن فاكتور فبعكس كل حاجه over x minus 2. ايه الجمال ده؟ الشكل اللي قدامي ده، الشكل اللي قدامي ده هو نفسه الجيفن اللي هو مديهولي اللي هو n of x minus 8 over x minus 2، يعني ده كله ممكن اشيله واحط مكانه نيجاتيف 7. طب هرجع تاني للسايد اللي موجود او للجزء اللي موجود ده اللي هو نقدر نعمله فاكتورايزيشن، هيبقى x plus 2 و x minus 2. جميل جدا. طب ما هو ده معناها ان انا ممكن اشيل ال x minus 2 اللي هنا مع ال x minus 2 اللي هنا، انا كده قدرت اجيب الليمت. بقت الليمت بكام يا شباب؟ يبقى الليمت بقت واضحه على طول عندي، بقت limit 2 times x plus 2 لأن ده خلاص اختفى، ده احنا عملنا له factorization 2 times x plus 2 when x approach to 2. طب نعمل substitute لل x ب 2 هتبقى 2 times 2 plus 2 اللي هي 8، يعني
8 minus 7 equals 1، يبقى الاختيار الصحيح عندي اللي هو الاختيار الأول اللي هو إيه equals 1. طبعا نروح نشوف السؤال اللي بعده من موديل 3، وكده بدأنا نحل أسئلة موديل 3. هنا بيقول لي f of x equals 7x plus 1، عايز الفاليو بتاعت الاكسبريشن. طبعا ده من الأسئلة الشهيرة جدا، وأنا اللي أضفته بصراحة، ما حدش من الشباب بعته، لكن علشان نشرح بيه فكرة يعني لو حد ما أتيحش ليه إن هو يبقى بيلم المنهج كله، يبقى إحنا بنقول كل الأفكار اللي ممكن تعدي قدامنا. وبرضه أنا بقول ما ينفعش أعتمد على الفيديوز بتاعت الريفيجن، ما ينفعش أعتمد على السيشن بتاعت الريفيجن الامتحان بس، ما ينفعش أعتمد على، عشان أنا بتكلم ده مش دلوقتي، أنا بتكلم للترم اللي جاي وللسنة الجاية إن شاء الله وإحنا في تالتة ثانوي. دايما في الماث بالذات اعتمد على كل معلومة اتقالت لك من بداية السنة الدراسية لحد يوم الامتحان. طيب هنا بيقول لي find the value of x satisfy the equation دي. طب ما تيجوا يلا نحط الكلام ده. أول حاجة f of 2x minus 1 دي عبارة عن 7، خلي بالك انت هتشيل ال x وتحط مكانها 2x minus 1، وفي عندي هنا plus 1 يبقى ادي plus 1 plus ادي f of x minus 2 يعني 7، هشيل ال x دي واحط مكانها مين؟ x minus 2، ادي x minus 2 plus 1 equals 50. الكلام ده لحد دلوقتي كده جميل جدا. هنبدأ نعمل simplify، دي راحت مع دي ودي مع دي، يفضل negative 1، يعني ده الكلام equals 7 power 2x plus 7 power x minus 1 equals 50. طبعا كده انا ما ينفعش برضو احل، وما اقدرش احل بالشكل ده كده بشكل مباشر، لان انا لو اخدت كومن فاكتور هيفضل عندي هنا 7 باور اكس وهنا 7 باور اكس، وبعدين اشتغل على 50. في طريقه اسهل، انا خدت بالي ان الباور ده 2 اكس والباور ده اكس، بس هنا في نيجاتيف 1. طب ما هو ده عباره عن 7 باور 2 اكس بلس ال 7 باور نيجاتيف 1 دي ب 1 اوفر 7 تايمز 7 باور اكس، ونجيب ال 50 دي هنا تبقى نيجاتيف 50 ايكوال 0. طب انا عايز اخلص من ال 7 دي، براحتك لو عايز تخلص منها اخلص منها، ولو عايز تحل بشكل مباشر تقدر تحل. طب انا عايز اختصر على نفس الوقت، هفتح تو بريسز واروح قايل له ايكوال 0، واروح على الكالكليتر. طبعا هكتب هنا 7 باور اكس ايكوال و7 باور اكس ايكوالز، اللي هي تو فاليوز اللي الكالكليتر هتديها لي. طيب يبقى هنا عملنا 7 باور اكس وهنا 7 باور اكس، هنا هكتب برضو 7 باور x وهنا 7 باور x. عارفين طبعا اكيد فاكرين فكرة الفاكتورايزيشن دي بنعملها ازاي. هجيب الكالكوليتر بتاعتي واروح اقول له مود equation اللي هي نمبر 5 واختار 3. الـ a هنا يا شباب اللي هو الكوفيشنت بتاع 7 باور 2x ب 1، ليه؟ لان هي مفيش قبلها ملتبلاي حاجة. هنا بقى عندي مشكلة، الكوفيشنت بتاع ال 7 باور x 1 اوفر 7. طب مفيش مشكلة ولا حاجة، ما هو بيتكتب عادي اهو 1 اوفر 7 بالفراكشن العادي equals، ودي نيجاتيف 50، ادي نيجاتيف 50. طبعا على طول مرة طلعت 7 ومرة طلعت نيجاتيف 50 اوفر 7. هتخلي لي بالك هنا هتقول لي مرة 7 ومرة نيجاتيف 50 اوفر 7. طبعا هنا هتقول لي minus 7 وهنا هتقول لي plus 50 وهتحط هنا times 7. ده بس علشان تبقى انت كتبت الستبس بتاعتك. طيب الكلام ده طبعا مستحيل، لان دي 7 باور اكس مستحيل تبقى نيجاتيف يبقى ريفيوزد. طب الكلام اللي فوق 7 باور اكس ايكوال 7 يعني 7 باور اكس ايكوال 7 باور 1 يعني الاكس ايكوالز 1، يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي 1. طيب نشوف السؤال اللي بعده. هنا question number 4 في فكرة لذيذة جدا وعايزكم تركزوا معايا فيها، بتتعلق بدرس الـ exponential function. طيب احنا هنعمل هنا ايه يا شباب؟ أول حاجة عندي 9 power x equals 2 و 27 power y equals 4، وزي ما احنا تعودنا احنا دايما بنحاول نفكر ازاي نوصل للحل. طب الـ 9 والـ 27 دول ايه اللي يربطهم ببعض؟ الـ 3، لأن الـ 9 دي عبارة عن 3 power 2 يبقى 3 power 2x equals 2، وهنا دي 3 باور 3 يبقى 3 باور 3y equals 4. في حاجة تانية تربط الاتنين دول ببعض؟ أيوة،
إن الـ 4D أصلاً عبارة عن 2 باور 2، يعني دي equals 2 باور 2. طب ما أنا ممكن أشيل الـ 2 دي وأحط مكانها الـ value دي، يا سلام على الجمال، ده كده بقت 3 باور 2x all باور 2 اللي هي equal 3 باور 4x. يا ده احنا كده خلصنا السؤال في مينت. ليه؟ أنا عندي 3 باور 3y، أدي 3 باور 3y equals 3 باور 4x. البيز ايكوال البيز، يبقى الباور ايكوال الباور، يعني 3y equals 4x. ايه الجمال ده؟ طيب دلوقتي كل اللي انت هتعمله هنا ان انت هتاخد بس، انا عندي هنا x minus y و x plus y. طب ما انا ممكن اخد من هنا مثلا ال y واروح قايل ان هي equals 4 over 3x، ونروح نشوف الاكسبريشن اللي هو طالبه. هو طالب مني ايه؟ x minus y over x plus y. طيب هشيل كل y واحط مكانها 4 over 3x، فهتبقى x minus 4 over 3x over x plus 4 over 3x. طبعا لو انت شاطر هتروح واخد الكالكوليتر وتعمل لي 1 minus 4 over 3 over 1 plus 4 over 3 وتخلص، ولو انت اشطر هتحسبها بدماغك، ولو انت مش عارف هتاخد x common factor ويفضل عندك 1 minus 4 over 3 over، وهاخد من هنا x common factor يفضل 1 plus 4 over 3. طبعا الكلام الجميل ده equals negative 1 over 3 over، والكلام الرائع ده equals 7 over 3. طبعا 3 راحت مع 3 يفضل negative 1 over 7. فين في الاختيارات الكلام ده؟ اللي هو الاختيار B. شوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي f of x equals log، الكلام ده f inverse لل 5 equals 14. الكلام الرائع ده محتاج مني شوية تركيز. ايه هو؟ هو يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه f inverse لل 5 equals 4؟ يعني f of 14 equals 5. دي أول حاجة وصلت لها. f inverse لل 5 equals 14 يعني ال f لل 14 equals 5. طب ما تعالوا بقى نشيل ال x ونحط 14 ونقول ان ال value دي كلها equals 5، يبقى log ادي بيز a وادي 2 times x اللي هي 2 times 14. ليه؟ ما هي ال x 14 plus 4 equals كام يا شباب؟ equals 5. يبقى انا هخلص من اللوج دي واريح دماغي، تبقى a power 5 equals الكلام ده اللي هو 2 times 14 ب 28 plus 4 ب 32. يا نهار ابيض، ده السؤال طلع سهل جدا، اللي هي 32 دي انا عارف ان هي عباره عن 2 باور 5. طب انا مش عارف، والله تروح اعمل لها فيفث روت، يعني تعمل لي 32 باور 1 اوفر 5 علشان تجيب الـ A. يبقى الـ A equals، وانا مغمض عيني، equals 2، لان 2 هي ما دام الباور ايكوال باور يبقى البيز ايكوال البيز، يبقى الاجابه هي. خلي بالك الأسئلة دي ممكن تاخد منك وقت كتير جدا في التفكير، ممكن تاخد منك وقت كتير جدا في الحل، ولكن لا تستحق، الموضوع ما يستاهلش كل اللف ده. هنا بيقول لي parallelogram ABCD and measure of angle A equals 50 و measure of angle DBC equals 70 DB equals 8 find the parameter of parallelogram. طبعا سؤال سهل جدا، والمفروض ان احنا ما كناش نضيع وقت في ان احنا نقعد نشرحه، ولكن احنا هنقوله من باب العلم بالشيء. أول حاجة علشان أحل سؤال جميل زي ده لازم أرسم parallelogram. كده بقى عندنا parallelogram بتاعنا، نبدأ نسميه. خلي بقى كنت بترسم parallelogram بس ومديني الأنجل A ب50، يبقى هنخلي أنجل A أكيد طبعا برضو مش هيفرق معايا، بس علشان الشكل يبقى لطيف كده وقريب من الواقع. طب هتفرق معايا؟ لا، هو المفروض إنه حتى لو غلطت في دي مش هيفرق. يبقى عملنا A B C D، مديني ان انجل دي بي سي. فين دي بي سي يا جماعه؟ ادي دي بي سي، يبقى في انجل هنا، يعني المفروض ان انا لسه هرسم دياجونال من عندي. ادي الدياجونال هجيبه كده واروح رسمه. طب تعالوا نحط الداتا اللي عندنا على الرسم. اول حاجه عندي الانجل A equals 50 وانجل دي بي سي equals 70. طبعا انا عارف ان في الباراليلوجرام دول بارالل ودول كده بارالل. مديني الدي بي equals 8، اللينث ده 8 سنتيمتر، عايز البريمتر اوف باراليلوجرام. الموضوع سهل جدا وبسيط، بس المفروض ان انا اركز.
طبعا الانجل دي 70 يا جماعه، يبقى الانجل دي 70 عشان الترنيت زيها، والانجل دي 70 ودي 50، يبقى دي 180 ماينس السم بتاع الاثنين دول تطلع 60. كده انا جبت الانجلز هنا، وانا عندي سايد، يبقى اقدر اجيب السايد ده والسايد ده على طول بالساين رول. هقول له 8 اوفر ساين 50 ايكوالز AD over sine 60 equals AB over sine 70. كده انا عملت الساين رول. اول حاجة هجيبها ال AD هتبقى equals 8 sine 60، وما تعملش سبستيتيوشن لأي حاجة، كله اكتبه على الكالكليتر بشكل مباشر. ادي ساين 50. طب الـ AB equals برضو هعمل 8 times ساين 70، ادي 8 ساين 70 over ساين 50. راح اجيب الكالكليتر بسرعة ونحسب الاتنين، هيطلع معايا الإجابة الأولى 9 سنتيمتر، والـ AB 9.8 سنتيمتر. طب هو عايز ايه دلوقتي؟ هو عايز الـ parameter، عايز الـ parameter of parallelogram، parallel of parallelogram اللي هو equals طبعا to nearest سنتيمتر، يعني ممكن نخلي ده equals approximately equals 10. يبقى الـ parameter equals طبعا احنا عارفين 2 times ال AD plus ال AB. ايه هي الرول بتاعت البارالوجرام؟ انا جبت السايد ده دلوقتي، بقى عندي ده كده اهو ال AD ب 9 وده تقريبا ب 10، يبقى على طول ده بلس ده بلس ده بلس ده مرتين، او 2 تايمز ده بلس ده اللي هو 2 تايمز 9 بلس 10، 2 تايمز 19 ايكوال 38 سنتيمتر. برضه سؤال سهل ما يستاهلش ان ياخد مننا وقت في الحل. شوف السؤال اللي بعده، سؤال سهل جدا وموجود على فكرة في شيت الريفيجن أو في فيديو الريفيجن بتاع شابتر 1، نفس السؤال بنفس الأرقام، ولكن تعالوا نفكر نفسنا بيه. أول حاجة أنا هرسم كوردينيت بلين علشان أبقى فاهم. طب إيه علاقة ده بالرسم؟ والله أنت ممكن تحل بدون رسم؟ أه في حد ممكن يحل بدون رسم. إزاي؟ أبدأ أتشيك كل الانترفلز اللي قدامي دول بالسبستيتيوت هنا وأشوف مين منهم اللي ديكريز. لكن المشكلة في حاجة، المشكلة إن أنا ده هياخد مني وقت. الرسم أسرع؟ أه، هترسم رسمة كروكي كده جميلة هتوصلك للحل بسهولة. أولاً الفانكشن دي ليها جزئين، جزء في يعني greater than 2 جزء أقل من 2، يبقى أنا هرسم عادي جداً برضو، هجيب لاين كده عند 2 وأقول ده اللي قسم لي الرسمة الجزئين. أدي 2. ليه؟ لأن هو قال greater than 2 smaller than 2. لو انا رسمت الرسم بتاعتي العاديه بقى، سيبك من التو خالص، انا عندي اكس باور 2. الاكس باور 2 يا شباب اصلا بتترسم ازاي؟ الاكس باور 2 بتترسم بالشكل ده. ده الكيرف اللي هو الاكس باور 2 تقريبا. طيب بعد ما رسمت، عفوا، هو بيقول لي لما الاكس جريتر ذان 2 هي ايكوال اكس باور 2، يعني الجزء ده هيفضل ثابت زي ما هو، يبقى الجزء ده سليم، يعني الجزء ده كده ما تغيرش، هيفضل زي ما هو. الجزء الثاني ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له ريفليكشن، لان هو قال لي نيجاتيف اكس، فبالتالي كل حاجه في البوزيتيف هتقلب تبقى في النيجاتيف، فدي هتيجي كده وده هيجي ايه؟ بالشكل ده كده. يبقى انا شلت الجزء ده، خلي بالك احنا بنعمل ايه؟ احنا شلنا الجزء ده كده لغيناه اللي هو ده كده، وعملنا له ريفليكشن، وعملنا له ايه؟ ريفليكشن. دلوقتي واضح جدا ان الانترفال بتاعتي متقسمه لاجزاء، في جزء اللي هو هنا ده 0 وهنا 2 وهنا اللي بعد 2. طبعا ده كله انكريز وده كله انكريز، الجزء الوحيد اللي ديكريز اللي هو ما بين 0 و2، يبقى انترفال اوبن 0 و2. طب اشمعنى اوبن؟ لان انا قلت ان الانكريز والديكريز المونوتوني كلها الانترفالز بتاعتها اوبن، يبقى 0 و2 اوبن اللي هو الاختيار الاولاني. خلي بالك من طريقه الرسم وازاي عكسنا الفانكشن، رجع الفيديو تاني وشوفها مرة واثنين وثلاثة وحلها بإيدك علشان تثق إنك أنت قادر تحل بعد كده من غير ما يبقى عندك مشكلة في النوع ده من الأسئلة.
نشوف السؤال اللي بعده. Question number 20 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي the domain of the function. طيب كده هنبدأ نفكر بالراحة كده علشان نجيب الدومين بتاع الفانكشن. أولا أنا في عندي جزئين، في الإكس اللي فوق دي وفي الجزء اللي تحت. ناخد الجزء اللي فوق اللي هي الإكس اللي فوق دي دايما بتبقى greater than or equals sorry بتبقى دايما greater than zero يعني positive. يبقى دي في الأول خالص هرسم أهو interval على طول، هتروح جايب لي number line وتروح حاطط لي عليها interval بتقول الكلام بتاعك اللي هو greater than zero يعني عند الزيرو أهي، وopen ورايحة greater than يعني رايحة فين؟ للرايت، رايحة فين؟ للرايت. بعد كده هتاخد الجزء اللي تحت ده وتقول لي 1 minus x، هتقول لي greater than 0. طب ما انا شاطر اهو، بس في حاجه ثانيه ولازم يبقى 1 minus x does not equals 1. خلي بالك طول ما انت شغال في الدومين بتاع اللوجاريثميك فانكشن لازم تعمل الحركتين دول، اللي فوق greater than or equal 0 يعني ده كده greater than 0 sorry greater than بس، وده هتعمل له greater than 0 و does not equals 1 الاثنين مع بعض، لان انا قلت البيز ما تنفعش تبقى 1. طيب يبقى ده كده معناها ان ال x greater than ال sorry ال 1 greater than ال x يعني ال x less than ال 1 تمام، ودي 1 minus x does not equal 1 يعني negative x does not equal 0 عشان انا هودي دي هناك minus يبقى ال x does not equal 0. طب ما هو does not equal 0 اصلا هنا مديني open. طب هنا بيقول لي ال x less than ال 1 هتيجي عند ال 1 وتروح قايل لي اهي 1 وبرده تعملها open وتاخد interval وتنزل على تحت. وتنزل ايه؟ على تحت. الانترسكشن بتاع الاثنين دول اللي هو فين؟ اللي هو الجزء اللي بينهم اللي هو من 0 لحد ال 1 اللي هو الجزء ده كده. طيب يبقى الانترسكشن او الدومين بتاعي اللي هو مين؟ اوبن 0 واوبن 1. فين اوبن 0 واوبن 1؟ ده مش كاتبها انترفال، يبقى اكس جريتر ذان 0 وسمولر ذان ال 1 عشان هي اوبن فما فيهاش اور ايكوال، يعني الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار سي. شوف السؤال اللي بعده. Question number 24 the measure of the greatest angle in triangle whose sides. والله ده انا عندي سايد وسايد وسايد، ده سؤال تعويض مباشر، ما اعرفش برضه في حد بعتهولي ما اعرفش ليه، بس ما فيش مشكله. هناخد اكبر انجل يا شباب ونجيب الكوساين بتاعها، يبقى كوساين اكبر انجل اللي هي اوبزيت للسايد ده صح، يبقى هنسميها مثلا كوساين سي او سميها زي ما تحب تسميها. وبعد كده هنروح جايبين فراكشن لاين كبير كده حلو ونبدا نشتغل على الكوساين رول اللي احنا عارفينها. طيب بعدين عندي ايه هنا؟ بنبدا ناخد السايدز الثانيه، يبقى انا عندي هنا 3 باور 2 بلس 5 باور 2 ماينس 7 باور 2 اوفر 2 تايمز 3 تايمز 5. تعالوا نعمل الكلام ده كده، يبقى ادي 20 سوري ادي 9 و25 يبقى 34، ادي 34 ادي 9 و25 تمام، يبقى 34 ماينس 49 اوفر 2 تايمز 3 تايمز الكلام ده، ده كده كله ب 30. طيب هنا الكلام الحلو الجميل ده يديني كام؟ نيجاتيف 15، يبقى نيجاتيف هاف، يبقى مش محتاج كالكوليتر خالص. الكوساين مين الكوساين بتاعها بنيجاتيف هاف اللي هي الانجل 120. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال لذيذ جدا وبيتحل بكذا طريقه، ليه كذا طريقه حل، ولكن احنا هنحل بالاسرع والاسهل. في فكرة طبعا خدناها في secondary one اللي هي فكرة similarity of triangles، وانا عايزكم دايما تشتغلوا بال similarity of triangles لان بيحل لي مسائل كتير جدا مش في تانية ثانوي ولكن في تالتة ثانوي. طيب ايه قصة similarity of triangles؟ هو ده triangle عادي جدا، انا لو جيت رسمت هنا كده line وعملته parallel للسايد اللي تحت هيبقوا التو triangles اللي هينتجوا عن القصة دي كده similar، يبقى كده في تراينجلين تو تراينجلز الاثنين سيميلر. طبعا ادي دي هنسمي دي اي، نسمي دي كده اي. لو احنا بندور على اسرع حل واسهل حل والحل اللي هيفيدني في ثالثه. طيب انا قلت ان لما يكون السايد ده وده بارلل وده تراينجل على طول كان في اختراع اسمه تاليس ثيرم او البروبورشنال بارتس مع السيميلاريتي، كنا بنقول ان الاي دي اوفر الاي سي كلها equals ال ED over ال BC كلها
equals ال AE over، أنا قلت ده over ده over ال AC كلها، equals ال ED over ال BC كلها، equals ال EE over AB كلها. طب تعالوا نشوف مين اللي موجود من الحاجات اللي قدامي دي. عندي ال AD مش موجود لكن نقدر نجيبه ازاي؟ هو مش قال ان ده قد ده؟ ايوه يبقى ده 6. طب ما هو ده رايت وده 6 وده 8، يبقى ده كله 10، يبقى ال AC كله 10، يعني اللي هنا ده كده كام؟ 4. طيب دلوقتي بقى عندي الجزء ده 4 والجزء الكبير ده 10، يبقى ال AD ب 4 وال AC كلها ب 10 equals ال ED انا ما اعرفوش كام بس هنجيبه دلوقتي بسهوله over ال BC اللي هي 6 equals ال AE يا شباب برضو ما اعرفش كام، وال AB كلها ب 8، يبقى ادي 8 وادي ال AE. طب انا محتاج الكلام ده كله في ايه؟ اصبر بس نخلص، ودلوقتي تشوف ان انت خلاص السؤال بتاعك كله اتحل فجأة. ادي ال ED equals 4 times 6 over 10 اللي هي تطلع 2.4، وال AE equals 4 times 8 over 10 اللي هي تطلع 3.2. تعالوا بقى نروح للرسمة الجميلة بتاعتنا ونبدأ نكتب الداتا اللي احنا جبناها. ال ED ده يا شباب ب 2.4، ادي 2.4، وال AE بكام يا رجالة؟ ب 3.2. طيب ده بكام؟ 8 minus 3.2 ب 4.8. يا نهار ابيض، ده خلاص السؤال اتحل. ليه؟ مش ده رايت انجل تريانجل؟ ايش عرفني ان هو رايت؟ ايوه دي رايت علشان دول بارلل ودي رايت. الثاني الثيتا ايكوال اوبوزيت اوفر ادجيسنت اللي هي 2.4 اوفر 4.8، يعني هاف، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو سي. شفتوا السؤال اتحل بسهوله لما استخدمنا السيميلاريتي. لازم نفكر، طب انا يا مستر هفتكر ازاي السيميلاريتي؟ والله يا قلب مسترك، انت المفروض السيميلاريتي ده هتستخدمه كتير، فخليك فاكر القصه بتاعته دايما، وحاول ان انت تشغل دماغك، لان الماث ما فيهاش منهج السنه دي ومنهج السنه اللي فاتت بالذات. الكلام ده في ثالثه ثانوي ممكن يجيب لي اسئله. السنه اللي فاتت كان في سؤالين في الالجبرا او اربع اسئله سوري في امتحان الالجبرا، كلهم معتمدين على السيميلاريتي بتاع اللي هي الابلكيشن اوف سيميلاريتي اون سيركل بتاع اولى ثانوي، وكان في ناس كتير جدا عانت من المشكله دي. طيب دلوقتي نروح نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي 2 log y plus 4 log x minus 3 log xy equals 2 1 minus log 2 and x equals ky then ال k equals كام؟ أول حاجة هنبدأ نفكر فيها إن إحنا نيجي من الآخر، هو عايز ال k. أيوه طب إيه علاقة الكلام ده بال k؟ ده إحنا ممكن نقول إن ال k equals x over y. طيب نرجع تاني بقى للكوستشن اللي عندي. أنا الطبيعي إن أنا عارف إنه 2 log y اللي هي عبارة عن log y power 2 plus 4 log x يعني عبارة عن log x power 4 minus 3 log xy يعني minus log xy all power 3. حد دلوقتي تمام جدا، ده كله equals الكلام اللي قدامي ده. طيب الكلام اللي قدامي ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن 1 دي 2 times الكلام ده، يبقى دي 2 times. خلي بالك ان ال1 ودي log يعني البيز بتاعتها 10، اقدر اخليها log 10 minus log 2. لحد دلوقتي انا ما عملتش حاجه فيها مشكله. دايما لما تكون عندك دي log ودي 1 حول ال1 دي لlog 10. طب بالراحه كده ده بلس وده ماينس، يبقى ده كله هاخد log واحده، وهقول له انا عندي فوق هنا البوزيتيف y باور 2 times x باور 4 over اللي تحت اللي هو xy. طبعا الاثنين باور 3 تدخل باور 3 تبقى للاثنين. انا ايه اللي انا عملته؟ لما يبقى في لوج ولوج وبينهم بلس بيتحولوا لتايمز، ولما يبقى في لوج وقبلها ماينس بتنزل تحت في الدينومينيتور عشان تبقى ديفايد. الكلام ده كله ايكوالز لوج كام يا شباب؟ طب ما هو y باور 2 مع ال y باور 3 يبقى هتبقى y تحت، و x باور 4 مع x باور 3 تبقى x فوق. يا نهار ابيض ده بقت x اوفر y. واحد يقول لي يا نهار ابيض ده انا فاكر دي. ايوه هو ده اللي انت عايز توصل له. equals ادي 2 وادي log. طب ما تيجي نعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه ده، ماينس يبقى log 10 اوفر 2.
اللي هي 2 log 5. برضو ما فهمتش، ما نطلع ال 2 فوق تبقى equals log 5 power 2 كده يا جميل. لو انت خدت بالك انت عندك هنا log x over y equals log 5 power 2، يبقى انا عندي هنا ايه x over y equals 5 power 2 يعني equals 25. يبقى ال x over y اللي هو طالبها، هو مش طالب ال x over y، ده طالب ال k اللي هي نفس ال value بتاعتها equals كام 25. يبقى انا كده خلصت السؤال بتاعي من غير ما ياخد مني وقت. شوف اخر سؤال عندنا في موديل 3 اللي هو in the opposite figure، مديني الكلام الجميل ده عايز ال area of triangle ABC. طب بالراحة كده، واحنا قلنا كل الاسئلة بتاعت الجيومتري والتريج، انا لو فكرت من الاخر للاول هوصل للحل. ادي ال triangle ABC، عندي سايد وعندي انجل. لو قدرت اجيب السايد الاسي يبقى المشكلة كلها اتحلت. طب هنجيبه ازاي؟ بالراحة كده، مش الانجل دي 3؟ ايوه، يبقى سوري 30، يبقى الانجل الجميلة اللي هنا ب 30. طيب رائع جدا. طب دي 100 ودي 30 يبقى دي 50. طب ما هو ده تراينجل وانا عندي فيه سايد، يبقى اقدر اجيب اي سايد تاني يعجبني. انا عايز الاي سي، يبقى الاي سي اوفر ساين من الانجل بتاعت الاي سي يا شباب ال 100 ايكوالز مين اللي موجود؟ اللي هو ال 12 اوفر ساين من الانجل اللي قصاده اللي هي 50. يبقى ده على طول يوصلني ان الاي سي ايكوالز 12 sin 100 over sin 50. نروح نجيب الكالكوليتر ونحسب الكلام ده كده بشكل مباشر اهو. ادي 12 sin 100 over sin 50. يبقى ده طلع 15.42. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص ال area of triangle equals half times side اللي هي ال 20 times side اللي هو 15.42 times sine الangle اللي بينهم اللي هي ايه 30. الكلام ده كده ممكن لو انت شاطر تكتبه على الكالكليتر في مرة واحدة وتروح عامل لي كده، يعني اكتبه على الكالكليتر عندك يلا بسرعة وطلعه. يطلع ب 77.13، يطلع 77.13 يعني الاختيار الصحيح اللي هو 77 ودي سكويرد سنتيمتر. كده خلصنا الاسئله المتعلقه بموديل 3. هنروح ان شاء الله نحل اسئله موديل 4 في نفس الفيديو في نفس البارت اللي احنا شغالين فيه، بس علشان نبقى حلينا كل الاسئله. نشوف اول سؤال عندي في موديل 4. أول سؤال هو question number 10، بيقول لي if each of f and g are inverse function of the other. يبقى ال f و g are inverse of each other. مديني ال f of x equals 2x plus a و g of x equals bx plus 3. What is the value of a and b؟ بالراحة كده. أول فكرة هنا هنحل بيها إنه هو بيقول لي ال f و g are inverse of each other، يبقى أنا لازم أبقى فاهم مادام إنه في عندي two functions inverse of each other، يبقى ال f composed g of x equals x. يعني إيه؟ أنا كنت بقول إن ال f composed f inverse ال x equals x، يعني ده نفس المعنى. يعني إيه يا شباب؟ يعني هناخد يا إما نجيب f of g يا إما g of f. يعني هنقول two، نفتح brackets composition بتاعت chapter 1 equals x. هنحط جوه البراكتس ده الجي زي ما هي اللي هي بي اكس بلس 3. دي بي اكس بلس 3، دخل ال2 جوه يبقى 2 بي اكس بلس 6 بلس a ايكوالز اكس. جميل جدا. دلوقتي هنعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه امبارح. انا عندي هنا اكس وعندي هنا اكس، يبقى ناخد التيرمز اللي فيهم اكس ونعمل الكوفيشنتس ايكوالز بعض. يبقى 2b equals كام يا شباب؟ 1، لأن 2b equals x يبقى 2b equal 1 يعني ال b equals half. طيب وعندي ايه كمان؟ عندي 6 plus a equals، مفيش هنا numerical term أو absolute term، يبقى equals 0.
يبقى على طول ال A equals negative 6، يبقى أنا كده طلعت ال A وال B في minute بدون ما أقعد ألف وأدور كتير. شوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي if the function أو the curve of function passing through the point. طبعا ده من الأسئلة المشهورة جدا وسهل ما فيهوش حاجة. يعني إيه ال curve of function passing through the point؟ يعني لما أشيل ال X وأحط مكانها 1 over 8 يعني log أدي ال base 4 وأدي 1 minus ادي 1 minus a times 1 over 8 يعني 1 over 8a equals ال y اللي هي negative half. طيب وصلنا لايه هنا؟ ان ال 4 power ده equals ده. يبقى هاخد عندي هقول ان 4 power negative half ادي 4 power negative half equals 1 minus 1 over 8 ايه. طيب هي ال 4 باور نيجاتيف هاف دي يا شباب اصلا ايكوالز كام؟ ال 4 باور نيجاتيف هاف دي يعني كاني بقول 1 اوفر 2. لو عملتها على الكالكوليتر تطلع لك 1 اوفر 2 ايكوالز 1 ماينس 1 اوفر 8 ايه. جميل جدا، هنودي ال 1 هناك يبقى نيجاتيف 1 اوفر 8 ايه ايكوالز هاف ماينس 1 بنيجاتيف هاف، يبقى ال A ايكوالز نيجاتيف هاف ونودي دي تعمل لها ديفايد ادي نيجاتيف هاف times negative 8 over 1 اللي هي تطلع ب 4، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار C. خلي بالك ان الاسئله اللي زي دي انت ممكن بعد ما تحل تجرب، ممكن واحد يقول لي هحل بالتجريب، حل بالتجريب بس انت لازم تبقى عارف الستبس عشان احنا مطلوب مننا ان احنا نشغل دماغنا. السؤال اللي بعده. اللي بيقول لي the opposite figure represent function، طبعا السؤال ما فيهوش اي حاجه خالص نهائيا، هو دايركت سبستيتيوشن. بيقول لي لما الاكس ابروتش تو زيرو، طب هي ليميت لما الاكس ابروتش تو زيرو كام؟ ب 2، يبقى هتعمل سبستيتيوشن 2 اوفر اف اوف اكس ب 2 بلس 2 اللي هي تطلع هاف. خلاص خلص السؤال. شوف السؤال اللي بعده. السؤال ده حلو وفي افكار كتير جدا ولمم تقريبا كل حاجه بتتعلق بالماس، واخد شويه كمان من المواد المجاوره فنركز فيه واحنا بنحل. وسؤال من الأسئلة على فكرة عفوا، ده سؤال من الأسئلة اللي بتتكرر في الامتحانات كتير جدا، وفي مدرسين كتير بيحبوا يحطوا السؤال ده باعتبار إن هو بيختبر معلوماتك في منهج السنة دي، بيختبر ذكائك، بيختبر معلوماتك في المناهج اللي فاتت، وبالذات فكرة السايكل كواد والسيركل بتاعت تالتة إعدادي وأولى ثانوي علشان نشوف مين فاكر ومين مش فاكر حاجة. أول حاجة بيقول لي البي سي، مديني البي سي ده ب 10 وقدامي سوري سيركل. أول معلومة إن ده كده ده السنتر بتاع السيركل، يبقى ده ديامتر، يبقى الأنجل الجميلة اللي هنا دي كده ب 90. أنا عارف إن أي أنجل inscribed drawn on the diameter of circle equals 90 يعني is right. طيب أكيد طبعا أنتوا فاكرين. طيب أدي 70 وأدي 90، يبقى الجميلة اللي هنا كده دي ب 20 ويبقى دي alternate زيها ب 20. طيب عندي إيه تاني معلومات هنا؟ عندي ده بيقول لي ده سايكليك كواد، ايش عرفني؟ عشان الاي والبي والسي والدي كلهم على السيركل، يبقى ده اسمه سايكليك كواد. الاوبزيت للانجل A ايكوالز مين؟ سوري، الاوبزيت للانجل A بتبقى سبلمنتري ليها، فدي 70 يبقى دي 110. كده 110 ودي 20 يبقى الانجل الجميله اللي هنا دي كده ب 50. كده انا خلاص خلصت وحليت المشكله بتاعتي كلها في كلمتين. أول حاجة هبدأ أعملها هروح أشوف هو مديني السايد مين؟ البي سي. عايز البريمتر بتاع التراينجل مين؟ بي سي دي، يبقى أنا عايز السايد البي دي وعايز كمان السايد اللي هو الدي سي. على طول هروح قايل له بي دي من اللي هي الساين رول، أدي بي دي أوفر البي دي أوفر ساين 110، أدي ساين 110 إيكوالز السي دي أو الدي سي، ادي دي سي اوفر ساين من الانجل بتاعت السي دي اللي قصاده اللي هي انجل 50 ايكوالز بي سي اللي هو اصلا مديهولي ب 10 اوفر ساين الانجل اللي قصاده اللي هي 20. يبقى انا عندي على طول البي دي ايكوالز 10 ساين 110 اوفر sin 100 sin 20 sorry equals with dc.
هتبقى equals 10 sin dc equals 10 sin 50 over sin 20. نجيب الكالكليتر الجميلة بتاعتنا ونعمل الكلام ده عليها بسرعة. هيطلع السايد الأولاني اللي هو البي دي ب 27.5 approximately، وده هيطلع 22.5 برضو approximately. نعمل adding، يبقى على طول البريمتر بتاع الترينجل اللي هو طالبه equals كام؟ 27.5 plus 22.5 plus 10 اللي موجودة هتطلع كلها ب 60، يعني الاختيار الصحيح هيطلع اختيار A. شوف question number 19 اللي بعده ولا مين؟ 19. سؤال برضه سهل ومباشر وحلينا لسه واحدة زيه، بس خلينا نحل تاني مفيش مشكلة. f of x equal 2 power x، عايز الفاليو بتاعت ال x اللي بتساتسفاي الكلام ده. يعني ايه يا شباب f of x plus 1؟ يعني 2 power x plus 1 minus f of x minus 1 يعني 2 power x minus 1 equals كام؟ equals 24. طبعا زي ما تحب تحل حل، بس انا لو انت شاطر هتعمل حاجة حلوة جدا هتساعدك شوية في الحل عشان نخلص من الهاف دي. نعمل كله تايمز 2 عشان نخلص من الباور نيجاتيف 1. دي هتبقى 2 باور x بلس 2 ماينس، دي هتبقى 2 باور x بس، ودي ايكوالز 48. طب ما هنا ناخد 2 باور x كومن فاكتور، هيفضل 2 باور 2 ماينس 1، يعني هاخد 2 باور ادي 48. طبعا ادي 2 باور x، الكلام ده لو عملناه كالكليتر يطلع ب 3 اللي هي 4 ماينس 1 ب 3، هنوديها هناك ديفايدد تبقى 48 اوفر 3 يعني ايكوالز 16 يعني ايكوالز 2 باور 4، يبقى ال x ايكوالز 4 وانا مغمض عيني من غير ما اتعب نفسي. السؤال اللي بعده question number 23 في موديل 4، سؤال سهل ما فيهوش حاجه خالص بس نركز على الاجابه. هنا بيقول لي measure of angle A to measure of angle B to measure of angle C equal 3 to 43. نفس الكلام ده احنا قلناه في الريفيجن بتاعتنا وتقريبا اتقال برضو في البارت اللي فات. يبقى الانجل الاولانية 3M plus 4M plus 3M، والناس اللي حبوا يحلوا بالطريقة بتاعت primary برضو صح. 3 plus 4 plus 3 يا شباب ب 10M اللي هي equals كام؟ 180. شرفني لان الانجلز كلهم 180، يبقى الام الواحده ب 18 كده. الانجل الاساسيه او هو بيقول لي ان الانجل A السايد A equal 5، عايز السيركمفرنس اوف سيركل باسنج ثرو الA والB والC. بالراحه كده، هو انا عندي هنا A over sin الA equals 2R. طب جميل، الA اللي هي بكام؟ ب 5، وساين الA ادي ساين، والA يا شباب هي كانت الريشيو بتاعتها 3 يبقى 3 تايمز 18 يبقى 54. خلي بالك measure of angle A equal 3M يعني 3 تايمز ال 18 اللي عندي ب 54، عشان برضه ما تقوليش جت منين. ده equals 2R، يبقى على طول هو عايز radius ولا diameter then the circumference. طب خلاص انا محتاج ال 2R زي ما هي، يبقى circumference على طول equals مين؟ ادي circumference equals 2 pi r، يعني ادي 2 r زي ما هي اللي هي 5 over sin 54 times الباي اللي هي 3.14 او 22.7، او حطها باي على الكالكليتر واعمل ابروكسيميت، هيطلع لك في الاخر الريزلت بتاعتك اللي هي c 19. شوف السؤال اللي السؤال بتاعنا لذيذ جدا وحلو مفيهوش حاجة، هو شكله خد لك مفيش أي حاجة فيه. هنا بيقول لي 3 power 2x minus 1، وهنا بيقول لي 3 power x plus 2 minus 9، وأدي limit when x approach to 0. طبعا لو عملت substitution يطلع لك 0 over 0، تلاقي إنه مفيش حاجة، لكن هنعمل factorization عادي. طبعا ال 3 power 2x minus 1 دي هتبقى أدي limit when x approach to 0. هنعمل لها factorization، هتبقى عبارة عن 3 power x plus 1 3 power x minus 1. ليه؟ لأن 3 power 2x ده perfect square، الروت بتاعه ده هو 3 power x، يبقى أنا كده عملت difference of two squares أو between two squares.
طب ما 3 باور اكس بلس 2 دي عبارة عن 3 باور اكس تايمز 3 باور 2 يعني تايمز 9، يبقى دي عبارة عن 3 باور 2 تايمز 3 باور اكس ماينس 9، وادي ليميت والاكس ابروتش تو 0، وهنا عندي 3 باور اكس بلس 1، وهنا عندي 3 باور اكس ماينس 1. تحت 3 باور 2 دي اللي هي 9، يبقى هاخد 9 كومن فاكتور يفضل 3 باور اكس ماينس 1. نعمل سيمبليفاي، ايوه الجميل ده راح مع الجميل ده، وكده نعمل دايركت سبستيتيوشن، 3 باور 0 ب 1 بلس 1 يعني 2 اوفر 9 زي ما هي، يبقى 2 اوفر 9 اللي هو الاختيار سي، اللي هو الاختيار سوري بي، مش عارف ايه مكتوبه سي ليه، الاختيار بي. تمام. طيب هنا نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي log cosine x. طبعا سؤال سهل جدا وشائع جدا يا شباب، هو عباره عن ايه؟ log و plus، يعني السؤال ده من الاسئله اللي انا فاكرها بقى لها كذا سنه، بيجي على فكره بيجي في الامتحانات لانه سؤال حلو، يعني log و cosine ثيتا plus log sec ثيتا. اول حاجه ال plus هتتحول لتايمز، فهقول له ده عباره عن log cosine ثيتا sec ثيتا equals. طب ما هو الكوساين ايكوال 1 اوفر سيك، والسيك ايكوال 1 اوفر كوساين، يعني الاثنين مقلوب بعض، يبقى المالتبلاي بتاعهم احنا عارفين انه ساين، يا جماعه ساين ثيتا كوسيك ثيتا ايكوالز 1، وكوساين ثيتا سيك ثيتا ايكوالز 1، وتان ثيتا كوتان ثيتا ايكوالز 1، يبقى المالتبلاي بتاعهم 1، يعني ده عباره عن لوج 1. طب ولوج 1 ايكوالز كام؟ ايكوال 0، يبقى على طول الاختيار بي، لان انا قلت لوج 1 لاي باز ايكوال 0. وهنا بيقول لي ذا فانكشن از 1 تو 1، يا سلام على السهوله. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي الفانكشن از 1 تو 1 واف اوف 2 كي بلس 3 ايكوالز اف اوف كي ماينس 1. طب يعني ايه 1 تو 1 يا شباب؟ يعني ما دام الفانكشن ايكوال فانكشن يبقى الفاليو دي قد دي، يبقى 2 كي بلس 3 ايكوالز كي ماينس 1، ايه على طول كي، نجيب الكي مع الكي، يبقى 2 كي ماينس كي بكي واحد ايكوالز ادي نيجاتيف 1، وال 3 تروح لها تبقى نيجاتيف 4، يبقى الكي بنيجاتيف 4. خلي بالكم سؤال زي ده لو وقف قدام حد فيكم واتبعت لي، ده ما كانش لان هو سؤال صعب، ده لانك انت عندك مشكله في المفاهيم، انت مش فاهم الكونسبت بتاع الدرس، يعني ايه 1 تو 1. سؤال سهل وجميل بس محتاج مننا نحله بستبس كده. بيقول لي تراينجل اي بي سي، مديني البي سي ب 14، مديني انجل بي ب 60، then the area of triangles equal كذا، يبقى عايز السايد الاي بي بالراحه كده. هي الاريا اوف تريانجل اصلا من غير ما ارسم ومن غير ما اعمل اي حاجه، مش ايكوال هاف تايم السايد تايم السايد تايم ساين الانجل اللي بينهم؟ ايوه. طب ادي السايد الاولاني وادي السايد الثاني، وانا عندي الانجل اللي موجوده اللي هي ساين بي، يبقى ساين بي. طب الانجل بي مين التو سايدز اللي جنبها؟ والله واضحة جدا ان هما الـ AB والـ BC، ادي الـ AB والـ BC. لو حبيت ترسم ارسم، بس هي اللي هو الـ vertices اللي اتكررت في الـ two sides. يبقى ده كله equals الـ area اللي هو مديها لي، صح؟ يبقى انا عندي ادي هاذ، والـ AB انا مطلوبة مني مش عارفها كام، ادي الـ AB هو المجهول اللي انا عايز اجيبه، والـ BC هو مديهولي بـ 14، وساين الـ 60 ادي ساين الـ 60. طب ليه ساين 60؟ بنشيلها كده ونحط الفاليو بتاعتها علشان نختصر، بقى لنا 50 سنه بنختصر، جينا هنا نبطل. ساين 60 بروت 3 اوفر 2 ايكوالز الكلام الجميل ده ب 42 روت 3. طبعا انا عارف كلكم ما شاء الله شاطرين، محدش هيمسك الكالكوليتر في ايده في الحل. ادي روت 3 راحت مع روت 3، وهاف تايمز هاف بكوارتر لو وديتها هناك تبقى تايمز 4، يبقى ادي ايكوالز 42 تايمز 4. طبعا خلصنا من الهاف، والهاف كمان وديناها اوفر 14. طبعا الكلام ده اكيد كلكم فاكرين ان هو ب 3، ايوه 3 تايمز 4 ب 12، يبقى الاي بي طلع ب 12. وبكده احنا خلصنا الاسئله بتاعت موديل 4 كمان، يبقى احنا حلينا الاسئله بتاعتنا في موديل 1 و2 و3 و4. كانت من المودلز فيها اسئله كتير جدا، اتمنى ان احنا نكون استفدنا، اتمنى يا شباب ان احنا نحل بايدينا، مش معنى ان احنا حلينا دول يعني ما يتحلش بقيه المودلز، حلوا وعندكم لحد اخر منت قبل الامتحان، اللي عنده اي سؤال يقدر يبعته لي وانا ان شاء الله هحله له وابعته له بقدر الممكن. ربنا يوفقكم يا شباب، وان شاء الله نلتقي في بقيه الاجزاء.